مع لقاء مهم جدا مع كابتن محمد عبد المطلب زميلي احمد كوان. اتفضل لك الميكروفون. بشكرك زميل عزيز خالد، وبشكر كل ضيوفك الكرام وكل متابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. هي سهره كره السله في هذا المساء، ويسعد ان يكون معي نجم السله ونائب رئيس الاتحاد المصري. نائب بس فلازم نتشيك عشان الجمهور وبتاع. اكيد. طب في نيه للجمهور هيرجع؟ والله ان شاء الله احنا بنخاطب بالامن وان يبقى في جمهور. الدنيا بقت احسن، يعني الاستقرار موجود الحمد لله. الجمهور اتمنى بقى نشوف الجمهور في ملاعب السله. يمكن الفتره اللي فاتت دي ما لحقناش ان الجمهور يكون متواجد في النهائي دوت، بس ان شاء الله ان شاء الله النهائيات الجايه هيبقى في جمهور ان شاء الله. لكن النهارده الاهلي توج بيسهل مهمته للفيرست تيم. اجواء البطوله كانت مختلفه، تنظيم محترم بحييكم عليه. انتوا كمجلس اداره سعداء بهذه اكيد النتائج والمنافسه القويه جدا من الفرق. ايه الفرق اللي تتمنى ان هي تزاحم الاهلي وسبورتنج من وجهه نظركم يعني؟ بص احنا بقى لنا يعني فتره 3 4 سنين اهلي سبورتنج سبورتنج اهلي اهلي سبورتنج. على استحياء بيظهر سموحه شويه، جزيره شويه، الصيد كان موجود بس للاسف فقد عناصر كتيره منه اما للسفر او للانضمام للنادي الاهلي. اتمنى رجوع الجزيره تحديدا، سموحه يدخل اكتر في المنافسه، هليوبلس والصيد لو متواجدين اعتقد المنافسه النسائيه تبقى اقوى. كله بيصب في مصلحه المنتخب. النهارده نهائي تقليدي يعني ديربي بقى معروف، الاهلي وسبورتنج هم اللي بيلعبوا فاينلز مرتبط كاس نهائي. اتمنى يعني بدون يعني حساسيات اتمنى اشوف حد تاني في النهائي اكيد هيضيف لكره السله. بس قبل ما تيجي كنت متوقع فوز الاهلي؟ يعني بص كل التوقعات كانت تشير ان الاهلي هو يعني اللي كفته ارجح، خصوصا ان المرتبط بتاعه اقوى شويه من سبورتنج. خلصوا الماتشين والدرجه الاولى امبارح كسبوا الماتش فريحوا الموضوع. النهارده مباراه يعني تحصيل حاصل، لكن اعتقد ان سبورتنج عنده هدف ان هو يكسب يعوض خساره امبارح ويقول ان هو كفريق درجه اولى السيدات ان هو يقدر ينافس، لان دوري ممتاز بقى ما فيهوش نتائج المرتبط تحت 16 سنه. فاكيد النهارده هيبقى عنده تارجت تاني على يعني على المدى البعيد ان هو يقول ان انا حاضر انافس على بطوله الدوري الممتاز. اكيد. اخيرا وليس اخر يعني، اتفضل كابتن خالد عاوز اساله سؤال. اتفضل عاوز اساله سؤال. بقول لك ما تسال. لا هسالك كابتن عبد المطلب. عايز اسال كابتن عبد المطلب عن، معلش احنا بره الموضوع شويه، بس عايز اساله عن منتخب مصر وادائه في البطوله الافريقيه، يقول رايه ايه؟ والخروج من الكاميرون بفارق 3 بونت، قدر كانوا متعادلين في النقاط لكن خسر ب 3 بونت. تمام. هو السؤال خارج المباراه، خارج المقرر. هو بيتكلم على المنتخب وخروجه في البطوله الافريقيه وماتشه مع الكاميرون. رايك في هذا المباراه، تقييمك لاداء المستوى الفني لهذا الفريق في الفتره الحاليه؟ بص واحد، مصر لم تتاهل لكاس عالم، يعني احنا عايزين نحط شويه نقط كده. مصر لم تتاهل لكاس عالم، مجلس الاداره يتحمل النتيجه كاملا. كويس. عندنا اجتماع مبدئي يوم السبت لتحليل النتيجه ويبقى في قرارات بالنسبه للجهاز الفني. هو مهمته انتهت، لكن انا برضو اعتقد ان مجلس الاداره هيطلع بتصريح الفتره القادمه. انا مش عايز اتكلم على مباراه الكاميرون، مباراه الكاميرون ان المنتخب لعب ماتش كويس جدا قدام تشاد ولعب ماتش كويس جدا ونتيجه هايله قدام تونس. ماتش الكاميرون انا شخصيا كنت هنا في مصر ما اعرفش اللي حصل، لكن النتيجه بتقول ان في خلل في تجهيز الفريق اذا كان بدنيا اذا كان نفسيا. في الحقيقه المحصله ان هي ان احنا خسرنا ولا بنتاهل، لكن المنتخب دوت متوسط عمره، احنا بنتكلم متوسط عمره قليل جدا قدامه كتير، كان في عناصر مش موجوده، عاصم مرعي، عمرو الجندي لظروف الاصابه، يعني بانضمام اللعيبه المصريين الموجودين في الخارج تحديدا في الولايات المتحده الامريكيه ورجوعهم للمنتخب زي ما حصل مع اللاعب انس محمود، مع وجود خطه بقى طويله ان احنا هنبتدي ننافس من 2021 على تصفيات كاس العالم 2023، اعتقد الرؤيه هتبقى مختلفه. مجلس الاداره ابتدى يفكر او ابتدى يحط ايديه على احنا هنشتغل ازاي، مجرد ان احنا هنكتب الاستراتيجي اللونج تيرم استراتيجي بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها، اعتقد الحاجه احسن الفتره الجايه. تمام. كابتن خالد عاوز تقول ايه؟ كابتن خالد سامعك، اتفضل. زميلي احمد، انا بس كل الشكر لكابتن محمد عبد المطلب. عاجبني معاك احمد، سامعني؟ كل الشكر لكابتن محمد عبد المطلب علشان قال يتحمل مجلس الاداره النتيجه كاملا، بشكره شكرا جزيلا. هو ده اللاعبين الدوليين السابقين اللي موجودين في الاتحادات اللي ماسكين مناصب بيقولوا الصراحه ويتحملوا المسؤوليه كامله. بشكرك كابتن محمد عبد المطلب. اكيد. هو
بيتكلم بمنتهى الامانه. انا كنت بحييك وهو كمان بيحييك على صراحتك ان مجلس الاداره تحمل النتيجه. بشكرك شكرا جزيلا ودايما انا اكون معاك في لقاءات اخرى ان شاء الله. شكرا وبالتوفيق ونشوف قناه الاهلي على طول في ماتشات تانية ان شاء الله. شكرا. يمكن حديث مهم جدا لنائب رئيس الاتحاد المصري لكره السله كابتن محمد عبد الطلب وشجاعه كرويه من لاعب كبير جدا ان مجلس اداره الاتحاد تحمل خساره المنتخب. وضوح للراي العام ووضوح للاعلام. بحييك كابتن خالد على سؤالك. شكرا لك وزكا بكل جديد اول باول. وروح للفيرست تيم هيبدأ بعد لحظات.